يعني يكون مدرسة مش زي كل المدارس، العرب واليهود مثلا مش بتهاوش مع بعض، وهيك بنقدر نستعمل ديمقراطية أكثر، وعشان هيك يعني في كثير مظاهرات. ولا واحد كان يستعمل الحواسيب، يعني ما كانوش مناح وما كانوش دائما يزبط وما كانوش يستعملوا. أول شيء كتبنا باللغتين، كتب المدير إنه بدنا نعمل مظاهرة يعني تتقبل الإشي. بعدين بلشنا يعني إنه كل المدرسة وكل ما جمعنا يعني ساعدونا. ديمقراطية هي إشي اللي كثير بنفع 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 بهالمدرسة، يعني عشان نعمل يعني مظاهرات ونعطي رأينا، عشان نعطي رأينا بساعدنا هذا الإشي. يعني مع بعض احنا نكون اقوى، عشان هيك يعني المظاهرات هذول وهاي الديمقراطية تقدر تعطينا قوة كثير كبيره.